بضل بحبكم حتى لو بعد ما فل عالمطر وبعد ما طلعت ما رح ضل بحبكم. انا على بكره بس فل ما بعرف يمكن فل هلا يمكن الله ياخذ وديعتي هلا بدي انا راقبكم من فوق ايش عم تعملوا كانوا عم تحضروا الامانه. بزمن عاشت فيه منطقة الدير الأحمر إشعاع لأقطاب قداسة وبر وتقوى وصلاة، شعل موسنيور بطرس الإزح شعلة ضوت بسما دير الأحمر، كملت رسالة جدود قديسين ومهدت الطريق لكهنة طبعوا المنطقة بنهج لامع بالقداسة. الموسنيور الإزح ملفان البيعة ووكيل البطرك، ويلي كانت عجايبه أخبار قداسته تضج بكل بيت وعكل لسان. ولما سألوه مين بده يكفي الطريق من بعدك قالوا لي كان عمرك 7 سنين قال لي هذا الخور يهتموا فيه وسرق له. ما عرفت أنا بالموضوع إلا هنو عني أنوني بعد ما صرت كريم. بأعجوبة ولادته بنص ليل عيد الصليب خلق هالطفل وإجا اسمه معه، تكنى بالصليب بحكمة سماوية. تعودت هالعيلة كل يوم تصلي الوردية قدام الصندق، وبيوم من الأيام شح الزيت والطلبة بعد ما خلصت، وينفخ الطفل صليبة ويطلب من الله يضوي القنديل. شوي بسامي تقول يا أمي ردوا شعر قنوار عن شلهو بستريش وهدني ضاوية متكأنك مركب لك بروجكتير. شوي وصل بعيدنا بطو الصليبة تنوط تنوط أمي أكتب كيرا صلي. صار في أجوبة مثل ما شاربي بستريش ضوي. بيو طنوس الإزح المعروف بالغيرة والتقوى والفضيلة كان وكيل كنيسة مار يوسف لأكثر من 50 سنة، ومن إخبار إيمانه القوية لما كان يلم الصينية ويرجع على البيت يقلن يلا يا ولاد الصينية بعدها ناقصة وبدها شوي تتملى، ويبلش كل ولد يفضي جيابه من مصروفه الخاص. وهيك ربى ولاده على أولوية خدمة الوقف. هيدا ما عدا البيت المفتوح للكبار والصغار، ناس من بعيد ومن قريب مشردين وفقرة ومحتاجين تفتش عن بيت طنوس الإزح وتلتجي إله أيام وأوقات سنين. وعرايت أبونا صليبة كنا ننام 8 أشخاص نوعا نلاقي حالنا 12. واخبار مهضومة عالقة بذكريات أهل هالبيت بقيت لهلأ على لسان الأبونا يخبرها بسهرياته الكل ضحكات بريئة وعفوية. جدت الديار بالاثنين، جدت الديار أش اسمك يا أبونا؟ قلنا أنا اسمي الأبونا صليبة الخاطئ. كتبها في الجريدة كتبها هذا الله حقيقة يا سمع ريتا أنا صاد بهالحياة البسيطة والمتواضعة المليانة شهامة وأخلاق عالية ربي أبونا صليبة. ربي برفقة كهنة قديسين أمثال أبونا بطرس منصف مرشده لمدة 38 سنة وأبونا يوسف كيروز رفيق الدرب، وعلى حنج راس الدق قبل الضو وجدود تقدس كل يوم وصلى المسبحة ما تفارق شفافن. هيك ما قفى قداس ولا نهار بحياته. ربي أبونا صليبة عحب الله والعذراء ومار يوسف والملائكة والقديسين، ربي عحب الكنيسة والوطن والأرض والإنسان. شاب الدنيا مش ساعته، نشيط لخدمة كنيسته ومجتمعه، تفوق بالتقوى والفضيلة والعلم، فكان قدوة للشباب بعمره. جمعهم حوله وأسس معهم 25 فرقة صلاة للوردية بأحياء البلدة. وأبونا جهاد بيشهد على هالحركة الرعوية القوية اللي كان قايم فيها الأبونا بفترة شبابه. فإذن الوردية هي سور، الوردية بتعمل تجذب النعم، الوردية بتثبتك بالكنيسة، الوردية بتدمر الشياطين، انتبهوا، الوردية بتدمر البدع والارتعاد، الوردية بتدمر فيك العادات الرديئة، هاي الوردية تجلب النعم، الوردية بتساوكك
السماء. كان واسع العلم ومعرفته بالطال كل الأصعدة الروحية التاريخية والعلمية. هالعلم الواسع مع شخصيته الفذة أهلته تيكون مدير مدارس البطريركية بالمنطقة لوقت طويل. بعمر صغير أسس الأبونا ببركة عمه المونسينيور جمعية يسوع ومريم ومريوسف الخيرية، هالجمعية اللي انبثقت من حبه لعمل الخير بعد لليوم ناشطة روحياً واجتماعياً، ومن كم سنة احتفلت بيوبيلة الذهبي. أما المزارات اللي عمرها الأبونا فحدث ولا حرج، بكل مزار في أعجوبة أو ظهور. مثلاً بالأحداث كترت الأخبار عن ظلم المحتل ع حاجز موجود على طريق عيناتا بشري، وشباب المنطقة اللي يتبهدلوا كل ما بدهن يقطعوا هالطريق. بيطلب الأبونا من القديسة تيريزيا الطفل يسوع تفك هالحاجز ويفلوا المحتلين بأسرع وقت، وهيك صار. فعمر الأبونا مقام للقديسة تيريزيا إكراماً لشفيعتها اهتم فيه كل حياته. يا مسيحية عيشوا إيمانكم، ما تهابوا لا من الشياطين ولا من البشر ولا من العداء، هن مدمرين ونحن منتصرين. هذا نحن، وأنا بكلامي بتحدى، لا لأن قبل مني تحدى وقبل مني تحدى، تحدى الملك، تحدى الملكة، تحدى الملكة، تحدى البشرية، تحدى الكهن اللوق، تحدى الأحبار اللوق، وقف وقفة الحق. وبدنا نحن على الأرض أشخاص مثل إيليا النبي يقف وقفة الحق، لأن الله هو الحق وهو اللي بيقف فينا. عيد مبارك على الجميع ويقدسكم. من بعد ما قري علامات الدعوة قوية بداخله، اختار هالشاب بمساعدة مرشد أبونا بطرس منصف تكرس كلياً لله بخدمة الكهنوت المقدس، وارتسم كاهن على مذبح الرب يوم عيد الصليب. هذا الخوري اللي صار له 38 سنة كهنوت وسبع سنين لهول صاروا 45، شو ضيعة العالم؟ وطن زدت لهول ستة تبع لهول. إنك لكل ما أرسلك له تنطلق، وكل ما آمرك به تقوله، ها أنا ذا قد جعلت كلامي في فمك. هالشعار الكهنوت اللي اختاره أبونا صليبة انطبع حرف وحرف بحياته. شوي كلمة الله يخده ويمشي ويروح، أحلى الله يخده ويروح بأفكاره بقلبه بشهده بطموحه بعقله بجانب كل شيء بخصه. هاي الكلمة يا ريت نتعلمها كلنا سوا، انه الله ياخذنا ونحن نروح. روح مع الله، روح مع الله. كاهن على مذبح الرب تيطلب ويتضرع، كاهن على مذبح الرب تيبارك وبركته تشمل الكون كله. هاي دبرت يا جميع نطلب منك يا رب من هذا خير وبركة قديسة على البشرية جمعة وخاصة على المسيحية بالنعمة، زيدهم ثبات ونعم، والمسيحية الخطأ زيدهم للتوبة، والغير المؤمنين للإيمان، والرحمة للأنفس مذهبية. آمين. كاهن على مذبح الرب تيقدس بشغف وحب وبكل قداس يسكر بالله. ومعقول يمرق قداس للأبونا بلا وعظ؟ 38 سنة كهنوت يعني بحسب تقديره أكثر من 18,000 قداس، يعني كمان أكثر من 18,000 وعظة، وبكل وعظة عطاء جديد ونفح روحي جديد. تعرفوا بوقت الوعظ ايش بيصير؟ انا ما بقى محضر شيء. وقت الوعظ بلاقي الثلاث الاقداس
فتح ابواب السماء كلها وحط هالمجلدات اللاهوتيه والانجيل والكتاب المقدس القديم كلها سوا حتى ودفعها علينا وخاصه علي انا الحقير الخاطئ تتكلم بهالبوق المصدي سمعني يا رب. سر الكهنوت عاشوا الأبونا بأمان كبيرة بخدمة الرعاية والسهر عخلاص نفوس، وهون تجلت أبوته الروحية بأبهى حلة. معقول يجي لعنده حدا خاطي ما يطلع تايب ومعترف ومتناول؟ معقول يترك الأبونا كرسي الاعتراف ويكون بعد في حدا ناطر؟ هيدا إذا ما بقي 12 ساعة بكرسي الاعتراف. جذب أبونا صليبا نفوس لطاعة المسيح وعلم أسمى التعاليم الروحية والإنسانية، تصارت روحانيته نهج حياة لكتار شباب وصبايا كبار وصغار إكليروس وعلمانيين، انضموا لجماعة روحية أسسها الأبونا من بدء كهنوته وسميها بوحي من الله فريق الثالوث الأقدس. انت بدك تكون النور، انت بدك تكون الملح، انت بدك تكون خميره. هذا انا شاب بنت باي ام خوري بابا بطران بطران. كل واحد هو بده يكون بيدي ينتبه، كل واحد يكون هو من شعب. هالفريق بيعد اليوم حوالي 7000 شخص حول العالم، ورابط هالجماعة الوحيد المحبة والالتزام الكنسي الصحيح. لا بس نكبر نحن بصير شيء نتفى نتحرك مش بنلاقلي نتحرك تنسبي بصير شيء نتفاجأ نتحرك تنسبي ما تثبتنا. خطت رسالة الأبونا حدود الأبرشية وشعت ببلدان بعيدة. هالرسالة اللي بيختصرها الأبونا بنقطتين، رسالة مع المسيحية تيقربن من سر التوبة ويصحح اعترافاتن من خلال اعتراف شامل عن كل الحياة. بس بتأديكي هالأجوبة، بتأديكي إنه خوري قال لعن شوف لعن شوفني أشعرتهم خوري بدي أتيره. فإذا الله معه، لما أنه الله معه ما بيعرف. بس هيدي نعمة أنا الله أتني إياها، نعمة خصوصية هوي، نعمة خاصة. أنا بشكر الله، بشكر العذراء، بشكر مريوسي وكل ملك بالتسين عن نعمة أتني إياها. ورسالة مع غير المسيحية تيعرفهم على المسيح يتعمدوا وينالوا الخلاص. وهيك عمد من بعد مرافقة وتحضير أكثر من 85 شخص من خلفية غير مسيحية. إيه المحاضرة هي تحمي لبنان والأردن والشرق والغرب وكل العالم. تهدي الضالين. أمين أمين أمين. ممنونين. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا حي الله. الله يبارك فيكم. الأبونا حركة دايمة وبيت مفتوح ليل نهار من أجل خدمة الناس الروحية. وعظ دايم، رياضات روحية مكثفة، سهرات إنجيلية وعجايب كتيرة. بس شي مرة قرب أعجوبة صارت من خلاله ولا مرة. المهم ينزاح الاتهام عنه ويغيب هو بالتخفي والتواضع. أول ما تجوزت عرفت إنه جوزها ما عنده نعمة الإنجيل، فكان عندي إيمان كبير بس ما كنت ملتزمة. خيي كان ملتزم بالفريق الروحي وهو عرفني على أبونا صليبه. أبونا صليبه علمني شو أعمل. اعترفت عن كل حياتي وصرت أدرس كل يوم واحتشمت وبنعمة الله استقمت وهلا عندي بنوت رح يصير عمرها 2. هلا ناطرين أبونا قال لي شو بدي أعمل الله يطعمني ولد تاني. حبيب بصورتي تعب. Thank you.
أبونا صليبة كله قلب ومحبة غامرة ودمعة سخية، بيخفيهم ورا صوت جهوري وهيبة وعنفوان. إدا كان يردد بعظاته عن قلبه اللي رح يطق حزن عن نفوس، ولو ما الله يقويه بحسب قوله كان طق من زمان. مش معقولة تمرق وعظة ما يحكي فيها عن 7 مليارات البشرية، وأن 5 مليارات هودي بعضهم بعاد عن الله، بعاد عن الكنيسة، بعاد عن الحقيقة، هودي ناطين بشارة. يا حرام على البشرية. هاللهج الدايم بخلاص نفوس شعل الأبونا بخدمته الكهنوتية، ما كان يترك لا مريض ولا فقير ولا مهمش ما يحن عليه، والمجروحين حصتهم كبيرة. بالسر يجمعهم بعيد الصليب عشا محضر خصيصاً لهالمناسبة. هيدا هو الأبونا، هايم بحب الله والعذراء ومار يوسف والملائكة والقديسين، وقد ما حبهم جمع لهم صورهم وكتبهم وقعدهم بالبيت مطرح الضيوف، وبنظره هيدا تكريم إلهم وإعطاؤهم الأولوية على حياته. إذا بدكن للمزبوط، بيته صار مزار لجميع القديسين ومركز حج وصلاة. أبونا صليبة قلبه كان شعلان بحب الإربان وحمله على صدره أكتر الأوقات، وزيارات الإربان ما كانت تغيب عن باله لا بالنهار ولا بالليل، حتى يرد الإربان الحامل على بيته. أما حبه للعذراء فكان مميز، ما ممكن تشوف الأبونا عم يحكي عن مريم إلا ما يكون وجهه مضوى وفرحته مش ساعة الدنيا. وأنا شايف المسيح عدة مرات، والعذراء شايف على الألية 20-25 مرة، وشايف مريم عدة مرات، ومرشال شايف، ومرمس شايف، وشايف التلازة شايف، وشايف كله. ولمار يوسف حصة كبيرة بحياة الأبونا، ومين قده بيدافع عن مقام هالقديس العظيم كبي العيلة المقدسة وشفيع الكنيسة الجامعة. وشو بدنا نحكي عن صوم الأبونا وتأشفاته؟ لآخر حياته التزم بالصوم 4 أيام بالأسبوع على الأقل، وما داق من ملذات الأكل إلا الضروري، واللحم ما أكله إلا تيساير، والفواكه انقطع عنا كل يوم جمعة من عمر الصبا إكراماً لآلام المسيح. ومين في يعرف الإماتات اللي ما كانت تفارقه، وأمور صغيرة ما ممكن حدا يكشفها إلا ما يراقب ويدقق عن قرب بتفاصيل حياته اليومية، ووقوفه الدايم من أجل البشارة. معروف ماله معروف، مش الحد هون وبس، ممنوع بمسيحية الحضانة البعض. بمسيحيتنا بدك تكون قديس، بمسيحيتنا بدك تكون نور العالم، بدك تكون خبية العالم، بمسيحيتنا بدك تكون صوت الحق وبوجه الكل، بوجه الشطير وبوجه العالم كله سوا، بدك تكون صوت الحق، والله معك وما يهمك، الله بدك تكون محيط البرد. وركوعه ساعات وساعات خاصة بالليالي، ونومه بس 2 ساعة عوج الضو عفرش رقيقة، وبعز البرد يكتفي بحرام رقيق. وشغل الأرض اللي شربت من عرق جبينه تخبر عن كد وجهد كاهن تعب وزرع، ومبدأه حب الأرض والعودة للجذور. ما أجمل هيديك الأعداد تحت ضو القمر بالسهل، وحكايات الأبونا تجذب شباب وبنات لحب الله والأرض والإنسان. نعني في الجبل كنت عمل وطني، وطني مين بدو يعمل وطن؟ الله سيعمل وطن من خلاله. هيدا أبونا صليبة جبار بإنسانيته، جبار بروحانيته،
بآخر سنة من حياته زارته أوجاع كتيرة وألام لا تطاق، ورغم هالأوجاع كان شعلان بالرجا ومشعل كل اللي حولاه. ورغم هالألام بآخر أيام حياته ما وقف قداس ولا وردية ولا صلاة الفرض ولا الإماتات. إذا رحمت هالمريض مجهول أكثر إنه يشفي هالمريض يشفي، وإذا رحمة هالمريض مرضه يمجد الله أكثر لا، الله ما بيشفي يخليه المرض وبيساعده وتتحمل. وبـ 17 شباط 2021 احتارت الجراس كيف تدق. بتدق فرح للسما اللي ربحها الأبونا بعيش البرارة والفضيلة، أو بتدق حزن للأرض اللي خسرته. وغمض الأبونا عيونه عن هالدني تيفتحن بهيديك الدني، يودي لنا من هونيك هدايا من السما، صلاة وحب وسلام، يودي لعائلته لمنطقته، يودي للأبرشية اللي انتمى إلها وللرعاية اللي خدمها، يودي للفريق الروحي، يودي لأبنائه الروحيين، يودي للكنيسة وللبشرية وللبنان. سما طمنتني مريم العذراء شبتها بالجاو كاتبي على لوحة الحماية للبنان، للبنان الحماية، الحماية للبنان، للبنان الحماية، الحماية للبنان، للبنان الحماية. مين عن يقرأ؟ سيد بشوية لو حب على شاو طلع من بشوية سيد بشوية عن طول. لبنان يا لبنان، شو حبك الأبونا وقلبه بالثقة مليان، ووعود من السما كتير تشجع ما نترك لبنان. وطلبي عشفاف الأبونا وعكل مفرق حكي تيصير لبنان منارة أقداس، وتنتصر الكنيسة من هون وتشع عكل الدنيا حب ورجا وإيمان. لبنان قطعة من السما، لبنان قطعة من السما. نحن إذا بيتون كان كله ممنعتان حب تروب من لبنان.